يوم الثامن من شهر ذي الحجة من كل عام يتوافد الحجاج مجللين بالسكينة والبياض صوب مشعر منى، هذا الوادي المنبسط بين الجبال شرق مكة المكرمة على الطريق بينها وبين جبل عرفة، حيث تفصله 6 كيلومترات تقريبا عن المسجد الحرام. تؤوي منى سنويا ما يزيد عن 2 مليوني حاج، فضلا عن غيرهم من العاملين ومقدمي الخدمات المختلفة. ويقول المؤرخون إن تسمية منى أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم الجنة فيها، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس منى. مئات السنوات التي مرت على هذا المشعر العظيم، آلاف الرحلات والقوافل، ملايين الحجاج، ومليارات التفاصيل والحكايات، لكنه اليوم أصبح هادئا على غير العادة، بلا حشود جليلة ستبقى خلف الشاشات تتابع بحزن مشوب بالغبطة ثلة مختارة من الحجاج يمثلون 160 جنسية وبأعداد محدودة لمناسك الحج في يومه الأول، بينما خلف غلالة من القلق يتبدى شبح الفيروس الذي فرض هذه الظروف الاحترازية وحد من شغف المريدين ولهفة الحجيج حتى عام قادم ومواسم آتية.